يعني في حد حاليا من اللعيبة اللي موجودة دلوقتي انتوا قريبين بتتكلموا وبتلعبوا مع بعض كورة؟ يعني الانستجرام شوية بنتكلم مروان محسن ومؤمن وعمار حمدي. ف احتفالاتك اصلا احتفالات مؤمن لا يعني. طبعا يعني كان سببت لي كتير من المشاكل انا عارف في الفترات الاخيره كسكواش، يعني ك يعني سكواش العالمي، يعني مش في مصر او في الشرق الاوسط. بس يعني دايما قلت انا هفضل اشجعه، ان هم افتكروا ان هي يعني استهزاء للخصم الحركه دي. ما كانوش فاهمين اللي ورا فبالظبط الاحتفال. كانوا بيجازوني فيها، اللي هو يا الاتحاد الدولي يعني. فالموضوع قلب في حته تانية خالص، وبعد كده شرحت الموقف. هل دي ليها علاقة بال لا هما بيقولوا يعني انت بتعمل كده وطلع لسانك، ده استهزاء يعني. ف بس هل ليها علاقة بالعقوبة التأديبية ولا مش هي دي ال... هو بقى يعني بيميكسوا حاجات مع بعض، اه يعني هو اوكي خدوا دي على دي على دي على حاجات كتير كده. فهموا يعني في الاخر ان بالظبط. انت مش قصدك يعني ولا لا انت هما فهموا طبعا، فالناس كلها فهمت اوكي الموقف دي يعني حاجه. وانا قلت برضو حتى لو هيحصل اي حاجه، ده مؤمن فرحنا في كمصريين كلنا، كاهلي كزمالك ك يعني. والكل بيتمنى له الشفاء والكل بيحبه لا طبعا والكل يعني على يعني طول بندعمه، وان شاء الله انا على طول هفضل احتفل احتفالات ان شاء الله لغايه لما ينورنا في الملعب ان تاني شاء ان شاء الله يا الله رب ما ويفرحنا شاء تاني. الله.